الحضور ديالي حول إصدار الأغنية الصديق والفنان أحمد شوقي، فكنتمنى إن شاء الله كل التوفيق. وكيف ما عهدنا دائما كيعطينا أغاني بستيل جديد، ستيل شبابي، فكنتمنى إن شاء الله تحقق نجاح كيف ما حققوه جميع الأغاني ديال أحمد شوقي. ما مأكداش بزاف واش غادي يكون المسلسل اللي عندي في السياق الرمضاني أو لا، مي كنتمنى إن شاء الله سواء كان في رمضان أو لا من غير رمضان فهو كاين. وكاين كذلك الفيلم ديال لاكتريس اللي غادي يكون قريبا في القاعة السينمائية. بالنسبة لما يقع في الانترنت الاسود اللي عندنا هو تيك توك، شي حاجه اللي كتحز في القلب وحق الله. كتلقى الناس بعقلهم حتى لخمسة الصباح حتى لسبعة الصباح باقيين شادين دي لايف، علاش كيهضروا الله وعلم على شي مواضيع اللي هي تافهه، ماشي غير كانت كتفيدنا اولا شي حاجه، شي تحديات اللي فيهم هالمقاطع هجافيل هالفلفله السودانيه، هذيك الشيء كتقولي يا ربي راه واحد المجتمع الناشئ، الجيل الناشئ اللي طالع الوليدات الصغار كيس انسبيرو من اي حاجه، حيت ملي كتكون عندك واحد القاعده جماهيريه راه كتسمى كتاثر في بعض الناس، ومنهم الشباب دابا والاطفال اللي ولاو عندهم تليفونات. وانا كنشوف صحاباتي دايرين تليفونات لولادهم حيت كيمشيو للخدمه وكيكونوا بعد كيعيطوا لهم، يعني ضروري غادي يلتجئ لمواقع التواصل الاجتماعي، سواء ما شافهاش سما يشوفها في يوتيوب، سواء مهم شوها. فكنتمنى من الحكومه ديالنا المغربيه ويفكروا في القرار ديال انه يتحيد، حيت شوها عالميه بالنسبه لي انا. لا انا ضد، طبعا ضد. شوف شتي الانستغرام، كون الانستغرام شويه نقي ماشي شي بزاف شويه، فهمتي؟ حتى هو بدا كيتوسخ بالعاهات اللي ما يمكنش، وبنادم كتلقاه كيشجع ديك الشيء، ولكن هذا الشيء راه ماشي، انا ما كنلومش هاد الناس، مي كنلوم الناس اللي كيتبعوا لهم كيصفقوا لهم كيبيعوهم العجل وكيكبروا فيهم ديك انت راك واعر ولا انت راكي واعره، وانت كدير شي حاجه اللي كتمس اولا بها راسك، كتضر بها راسك وكتضر حتى دوك الناس اللي كتشوف فيك. فماشي القيمه ديال المشاهده اولا القيمه ديال لي فولورز ديالي كتحدد قيمتك انت، فماشي هذيك ماشي معيار النجاح. فكنتمنى الانسان يعاود يفكر مع نفسه ويعرف محتويات يتغيروا، حنا ما نبغيوهش كاع يتحيد، ما نبغيوه يتبدل العقليه، حيت واخا تحيدوا راه غيبقى الانسان الا ما حيدش ديك الافكار وداك اللي انه ينوضي يطلب الناس في هذا، انا مريضه خاصكم تعطيوني، انا راه كاملين مرات كاملين عندنا مشاكل، ولكن ما كنلتجؤوش لديك الطريقه الوسخه المدلوله اننا ناخذوا الفلوس كنوضوا حتى حنا نخدموا ونتقاتلوا كيف ما حالتي كيف ما حال بزاف ديال المغاربه اللي عندهم النفس وما كيرضاوش. فكتلقى راجل مستاجو ولحيتو قداش تيقول لك صيفطوا لي عافاكم الله يرحم لكم الوالدين، هذا فداك الشيء سمح لي مشات الرجوله ومشات الشهامه ومشى كل شيء. فكنتمنى يعيدوا النظر. الحمد لله بالنسبه للمشروع نيوباداد فهو ناجح بالناس اللي كيتيقوا في المنتوجات اللي عندنا والناس اللي كيبغيو الرجوه، فكنقول لهم شكرا بزاف. فنيوباداد الا كان باقي مستمر ان شاء الله نهار 29 شهر 2 اللي هو عيد ميلادي غادي نكونوا قفلنا السنه بالافتتاح ديالو، فهو بكم باش باقي مستمر وان شاء الله العديد من المفاجات جايين في الطريق. بالنسبه للشعب المغربي عامه داخل الوطن وخارج الوطن كنقول لكم عواشر مبروكه ورمضان على الابواب، ان شاء الله يدخلوا عليكم بالخير وبالربح وبكل ما كتمنوا يا ربي، والله يوفقكم. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.